طبعا هذه الانتخابات اتت تقريبا 3 أشهر متأخرة عن موعدها، لا أدري لماذا، ولكن البعض يقولون بأن جائحة كورونا وما إلى ذلك. كانت مقررة في الأسبوع الأول من شهر 4. لم تأتي بجديد، أعتقد أن المجلس أصبح تأثيره ضعيفا، وخاصة أن المجلس موقفه الرسمي هو تعديل الاتفاق السياسي، مما يشي بأن الهدف هو تحوير بسيط في المجلس الرئاسي لكي يتحصل المجلس الدولة على مقعد في المجلس الرئاسي الجديد ومجلس النواب كذلك، ونستمر في هذه العمليات الانتقالية. في الواقع تأثيره السياسي ضعيف، رئيسه ليست لديه الكاريزما والخبرة السياسية للتحرك، وعلى هذا الأساس رأينا على سبيل المثال في البيان الأخير للسفارة الأمريكية تتحدث عن الأجسام الرئيسية في ليبيا، مجلس النواب ومجلس الرئاسي، ولم تتحدث عن المجلس الأعلى. فلذلك أصبح هذا المجلس كما هو الحال مع مجلس النواب عبارة عن مجموعة من الليبيين يتلقون مرتبات عالية ولا تأثير لهم على الساحة. طيب، ذكرت بأن خالد المشري ربما شخصية ضعيفة ولا يتمتع بالكاريزما التي يعني اللازمة، لكنه رغم ذلك فاز ب 73 صوتا، ومن الجولة الأولى تم إعادة انتخابه. فبرأيك يعني ما الذي يؤهله إلى إعادة انتخابه وبهذه الأعداد الكبيرة من الأصوات ومن الجولة الأولى حتى يفوز من الجولة الأولى؟ يبدو أنه كما هي في أي انتخابات رضى عنه هؤلاء النواب أو هؤلاء الأعضاء وانتخبوه لمرة ثالثة، ليس على أساس من النجاحات مثلا في إدارته للمجلس أو في مواقفه السياسية إلى غير ذلك؟ لا أعتقد أن ذلك هو أي تأثير، يعني أنت ترى بأن ليس هناك أي نشاط لأعضاء المجلس، يعني لا يظهرون في التلفزيونات، لا يتحدثون. منذ مدة أصدر مجموعة من النواب أطلقوا على أنفسهم نواب برقة بيان، ولم يوقعوا على البيان ولم يظهروا أسماءهم. المعلومات من داخل المجلس تقول بأن البعض اعترض بأن لديهم عائلات ويخافون على عائلاتهم وأقاربهم ويخافون من ردة الفعل. هؤلاء أناس منتخبون من قبل الشعب الليبي لكي يعبروا عن أرائهم، لم تستطع أن تعبر عن رأيك فأخرج من هناك. ولكن بالتالي أعتقد أن 15,000 دينار شهريا ومزايا أخرى أفضل من أن تخرج تماما. طيب، أنت ذكرت يعني بأن المجلس الأعلى للدولة دوره ضعيف، يبدو أنه لا قيمة كبيرة له، واستشهدت ببيان السفارة الأمريكية، لكن خالد المشري إثر إعادة انتخابه قال أنه سيعمل على تخفيف الأزمة الاقتصادية والحفاظ على سيادة ليبيا. كيف يمكن برأيك يعني للمجلس الأعلى للدولة العمل على ذلك وعلى تخفيف الأزمة الاقتصادية على وجه الخصوص؟ هذه ادعاءات ليس هناك في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات أي مجال لمجلس الدولة لكي يؤثر في ذلك الموضوع، إلا إذا تكرم المجلس الرئاسي وطلب منهم استشارة. هم يؤثرون في القضية الاقتصادية عن طريق دورهم في اختيار محافظ مصرف مركزي جديد، عن طريق دورهم في اختيار مجلس رئاسي جديد وما إلى ذلك. ولكن كيف يعني تحت أي ذريعة سيتدخل في المسألة الاقتصادية؟ فلهذا أعتقد أن هذه مجرد يعني رأينا ما حدث في الترتيبات الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية التي كرر المشري الحديث عنها ونسب الكثير منها إلى شخصه، ورأينا الآن ما حدث في الدولار وما لذلك لم تؤثر بشيء. فلذلك شوف، مجلس الدولة إن أراد أن يقوم بشيء فيجب أن يتقدم إلى الأمام. هذا هو كان سؤالي الذي أريد أن أختم به هذا الملف. كيف يمكن لمجلس الدولة أن يفعل دوره ويمارس دورا إيجابيا في المشهد الليبي من وجهة نظرك؟
مجلس الدولة كل ما يقوم به الآن يشي بأنه يحاول البقاء في المشهد. إذا أراد أن يتحرك ويجد آذان صاغية في المجتمع الليبي عليه أن يعلن بوضوح بأنه ليس مع فترة انتقالية أخرى وأنه يريد مناقشة إطار دستوري والذهاب إلى الوضع الدائم. أما محاولة بيانات وتصريحات مراوغة تذهب إلى أن لنجلس مع مجلس النواب ولنختار مجلس رئاسي جديد، فأعتقد أن ذلك أمر مفضوح جدا وعبارة عن تشبث بالسلطة لغيره. نعم،